لكن هنعمل حاجة جميلة جدا 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 جدا، أرجو إنها تبقى شيء جديد بالنسبة لأبنائنا بالنسبة لهذا الموضوع. بمعنى لتوضيح هذا الأمر الهام جدا واللي هنقول فيها أسئلة متميزة بالنسبة لهم إن شاء الله، إيه هو؟ هنعمل كده هذا المستطيل، أدي كده عندي مستطيل وهنقسمه بهذا الشكل. ده كده عبارة عن تركيز أيونات الاتش الموجبة. واخد باله انت عملتها احمر ليه؟ لانه بيحمر عباد الشمس. تمام. وهنا تركيز ايونات الهيدروكسيد السالبة. طبعا هنا الكلام كلام مهم جدا جدا، اتش موجب او اتش سالب. لو احنا كده قسمنا من النص لما تبقى البي اتش بتساوي 7، نجد ان تركيز ايونات الاتش الموجبه بيساوي تركيز ايونات او اتش السالبه. تمام. طبعا انا عندي ارقام متسلسله من 0 لحد 14، ده المقياس اللي هو بتاع بي اتش. بي اتش اقل من 7 حمضي. اذا الزيرو 1 2 3 4 5 6، ده كده اقول ده كده عبارة عن محلول حامضي لما تكون قيمة البي اتش اقل من 7. طب لو 8 9 10 11 12 13 14، ده كده قاعدي. احنا مش عايزين نحفظ، عايزين نستنتج. زيرو هنا عندي تركيز ايونات الهيدروجين اكبر ما يمكن. تمام. اذا ده كده عبارة عن اقوى الاحماض اتش سي ال 1 مولر. ايوه. طب عندي الواحد برضه حمض قوي اللي هو حمض الهيدروكليك 1.1 مولر. اذا الزيرو الواحد ده عبارة عن حمض قوي. 2 3 4 5 6 كده بتقل الصفة الحامضية. تمام. يعني انا اقول ان 6 حمض ضعيف، 1 حمض قوي. الطالب يقول لي ازاي 1 قوي و6 ضعيف؟ اقول له ارجع للاصل. ايه الاصل؟ الواحد ده كده كان عبارة عن 10 اس سالب 1، وانا كنت خدت لوغاريتم السالب ليه. فقدام القيمة موجبة بالظبط اقدر ادركها واتعامل معاها. يعني علاقة عكسية. تمام. الستة اصلها 10 اس سالب 6، اس سالب 6، 10 اس سالب 6. طبعا مين اكبر، سالب 6 ولا سالب 1؟ سالب 1. سالب 1. يبقى اذا اما تبقى بي اتش بتساوي 1 يبقى تركيز ايونات الاتش كبير جدا، المساحه الحمراء دي المظلله دي. ولما تكون بي اتش بتساوي 6 يبقى تركيز ايونات الاتش قليل. اذا توجد علاقه عكسية بين البي اتش وتركيز ايونات الاتش الموجبة. تمام. كذلك لو قلبنا الناحية التانية، لو احنا دخلنا على الجزء الثاني. تمام. بي اتش ب8 يبقى ده كده عبارة عن قلوي او قاعدة ضعيفة، حتى مساحة الازرق بتاعها قليلة. كل ما زادت قيمة البي اتش كلما زادت الصفة القاعدية حتى تبلغ ذراتها عند بي اتش بتساوي كام؟ 14.
اذا دي قصه مهمه جدا جدا جدا، العلاقه العكسيه بين البي اتش وتركيز ايونات الاتش الموجبه. برضو احنا لسه ما زلنا بنتكلم في هذا الموضوع الهام جدا جدا واللي جاء قبل كده سؤال فيه وهنعرض هذه الاسئله. يبقى هنقول ان لو بي اتش بتساوي 7 يبقى ده كده عباره عن متعادل، اقل من 7 يبقى حمضي، كده بتزداد الصفه الحامضيه، اكبر من 7 قاعدي، في هذا الاتجاه بتزداد الصفه القاعديه، وادي النتيجه المهمه اللي احنا عايزين نقولها. تمام. في تعليق قبل ما اكمل؟ هو لو ما شاء الله يعني الرسمه دي في حد ذاتها دي تمام جدا، ان الطالب بتاعنا لو بص على الرسمه دي كويس جدا وذاكرها ولاحظ العلاقه بين حجم اللون والرقم اللي قدامه هيعرف كويس قوي ان التعبير بالارقام سهل. يعني انا قدام عيني دلوقتي عندي الزيرو مساحه الاحمر كبيره، مساحه الاحمر دي بتدل على درجه الحموضيه بتاعتي، يبقى فعلا عندي الزيرو البي اتش بتاعتي عاليه جدا، يبقى ده حمض قوي. لو انا قربت من السبعه وبصيت على المساحه الحمراء اللي موجوده فوق لا دي بتقل، يبقى كل ما اقرب من السبعه مساحه الاحمر، يعني ايه مساحه الاحمر؟ يعني تاثير الحمض بتاعك بيبدا يقل. طيب في مسائل على الجزئيه دي يا استاذ خالد؟ برضو احنا لسه قصادنا هذه الرسمه الهامه جدا. تمام. حمضي يعني بي اتش اقل من 7، بي اتش اقل من 7، اذا لما يكون حمضي هستنتج الاتي، بي اتش اقل من 7 وبي او اتش اكبر من 7. في الحمضي تركيز ايونات الاتش الموجبه اكبر من تركيز ايونات او اتش السالبه، اذا تركيز ايونات الاتش الموجبه اكبر من تركيز ايونات او اتش السالبه. اذا احنا مش محتاجين ان احنا نحفظ يا مستر محمد، لا خالص، كطلبه احنا بنقدر نستنتج هذا الكلام، ده يعتبر كلام هام جدا. طيب من الحاجات الجميله اللي جت جدا، لو انا كده عندي محلولين الكتروليان اساسا احدهما البي اتش بتساوي 2 والاخر البي اتش بتساوي 6، فاداني اختيارات، هل تبقى هو خلطهم على بعض الاول؟ وتم خلط، تم الخلط، حجمين متساويين والتركيزين متساويين. تمام. احدهما كان البي اتش بيساوي 2 والاخر بي اتش بيساوي 6، يبقى هنا كده البي اتش الجديده قريبه من 2، من 4، من 6، من 8، اذا يكون ايه الاختيار بتاعنا؟ قريب من 2. طب ليه بقى قريب من 2 بقى؟ نتذكر العلاقه العكسيه بالظبط، ان كل ما قلت قيمه البي اتش زادت تركيز ايونات الاتش الموجبه. تمام. ده كده كان بالنسبه لهذا الكلام.